تقلب كده. تعالوا بقى ايه نشتغل في الكيك، ايدي فيها مش هسيبها كتير، بس تعالوا نشتغل في الكيك كده. ايه نضرب الثلاث بيضات، هحطهم احط عليهم الفانيليا اهو، الثلاث بيضات والفانيليا، هحط عليهم نص كوبايه السكر وهضربهم. ام فرح، ام فرح صباح الفل. صباح العسل، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله، تسلم ليك. الله يخليكي، تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. عايز اعرف طريقه بس عمل البيتزا. حاضر، هجاوب على البيتزا، تاني سؤال النهارده على البيتزا هجاوبكم عليه. حاضر، عينيا يا حبيبتي. ماشي حبيبتي، شكرا، تسلمي يا حبيبتي، شكرا. بصوا، واحنا بقى بنضرب الثلاث بيضات مع نص كوبايه السكر مع الفانيليا، هفضل بصوا ادوب في الكراميل. بصوا كل مدى، بصوا بيدوب ازاي، بصوا القطعه اللي انا كنت بقلبها، بصوا صغرت ازاي، كل مدى السكر بيدوب اهو. تمام، تعالوا بقى ايه نضرب الثلاث بيضات مع النص كوبايه سكر مع الفانيليا، وانا بضربهم هفضل اقلب تقليب مستمر للكراميل. هحط عليهم نص كوبايه من الزيت وهضرب. ده ما عندك موز؟ موز؟ لا. وهحط عليهم نص كوبايه من اللبن. تعالوا بقى عندي الكوبايه ونص بتوع الدقيق، هحط عليهم معلقه البيكنج باودر ونص معلقه كده من الملح، يعني حوالي رشه ملح يعني كده، وهقلب كده كل الكلام ده مع بعض اجهزه. وهحط دلوقتي مع السوائل الثلاث موزات المهروسين، ثلاث موزات كده هرساهم بالشكل ده، وهبدا اخلط كل مكونات السائله مع بعض. اديني بولة يا اسلام، بولة صغيرة او صوصيرة يعني او اي حاجة. تعالوا بقى نحط ايه المكونات الجافة عليا على المكونات السائلة. حطينا ايه هنا؟ حطينا ثلاث بيضات، حطينا فانيليا، حطينا عليهم نص كوبايه سكر، نص كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، ثلاث موزات مهروسين. هنا كوبايه ونص من الدقيق، حطينا عليهم معلقه من البيكنج باودر ورشه ملح. هخلط كل مكونات الكيك مع بعض وخلاص الكراميل عندي تمام كده زي الفل. شيل دول يا اسلام يلا. بصوا الصوص بتاع الكراميل محتاج مننا تقليب باستمرار،
عشان بصوا زي ما انتم شايفين كده، هو الكراميل السكر كل الحاجات اللي جمدت اهي فكت، محتاجة بس شوية تقليب كمان عشان اطلعه. احنا حطينا من مقدار الكريمة حوالي كوباية الا ربع، فانا حاسة ان احنا محتاجين شوية عشان الصوص تقل معايا لما كل السكر داب فيه. بصوا فاضل شوية صغيرين قوي لسه ما دابوش، افضل اقلب تقليب مستمر لحد ما انعمه خالص. في الوقت ده ممكن ازود شوية كريمة كمان عشان القوام بتاع الصوص عندي يبقى كويس. اهو بصوا اهو، وهو طبعا لما بيبرد بيتقل كمان شوية عشان اظبط قوام التوفي. اهو انا كده حاطة حوالي كوباية من الكريمة. انا عايزة اوريكم كمان حتى لو انتم مش هتعايروا تبقوا عارفين القوام بتاعها المظبوط ايه. اهو ابتدى بصوا يسيح معايا بالشكل ده السكر اهو. بصوا مفيش خلاص تكتلات سكر زي ما انتم شايفين. هحط بقى مكعب زبده كده تلمع لي الموضوع اهو بالشكل ده، ويبقى تمام قوي كده معايا صوص التوفي. هوريه لكم لما نحطه في حاجه عشان تشوفوا القوام بتاعه. اهو مكعب الزبده كمان داب، اللي ده اسلام اهو. بصوا لسه في كام حاجه كده حته سكر كده، فمفيش مشكله بقى ايه يعني، انتوا فهمتوا ان احنا محتاجين نفضل نقلب عشان نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. بصوا اهو هفضل اهو زي ما انتوا شايفين كده، واسيبه يهدى خالص عشان اشتغل بيه. تعالوا بقى ايه، الكيك بتاعي جاهز. تعالوا نبدا ان احنا نحطه في القالب بتاعنا. صينيه مدوره مثلا مقاس 22، ايه قصر تمام، مقاس 22 او قالب بتاع انجلش كيك على حسب ما انتوا حابين. هبدا اخلط مكونات كويس عشان اتاكد ان ما فيهاش دقيق، وبعدين احطها في القالب بتاعي اهو. تمام قوي كده. طبعا فرن 180، الفرن شغال فوق تحت بس مش فوق على الرف الوسطاني، اللي بتاخد حوالي 40 ل 45 دقيقة. هدخلها الفرن. صوص التوفي او الصوص اللي احنا عملناه ده ينفع تحطوه في برطمانات وتشتغلوا بيه تمام. لو حسيتوا ان هو تقل منكم بتحطوه شوية في الميكرويف مثلا، يعني مش كتير حوالي 10 ثواني، بتلاقوه فك معاكم بقى زي الفل. من الحاجات اللي ينفع يعني تحطوها وتستخدموها بعد كده في اي نوع حلويات. اهو انا خبزته في قالب بتاع انجلش كيك بالشكل ده. هبدا بقى بس اجيب حاجه كده، ما تديني حاجه اسلام احط عليها. لا ممكن نحط في الابيض ده احسن. اهو ممكن كمان الصوص بتاع التوفي ده لو حابين تحطوا عليه اي نوع مكسرات هيبقى حلو جدا. لو انتوا حابين يعني تضيفوا له اي نوع مكسرات بعد ما تعملوه كده على النار بيبقى حلو جدا. هبدا ان انا اضيف عليه. طبعا هو لسه سخن، انتوا لما تسيبوه يبرد بيبقى احسن كتير. تمام هجيب احسن معلقه عشان هو لسه سخن قوي. هضيف كده على الكيك الشكل ده، ولو عندكم بقى شويه سوداني مجروشين حابين تزودوا اي نوع مكسرات عليها بيبقى حلو جدا. اهو بتسيبوه يهدى شويه عشان ما يسيلش كده ويبقى ماسك في الكيك. تمام اهو بصوا كل ما بيهدى كل ما بيتقل بالشكل ده. تعالوا نقطع كده الكيك شويه، نقطع كده كام قطعة، نجيب سكينة. هاتي أي سوداني مجروش كده أو حاجة نزين بيه اسلام. أهو الشكل ده. بصوا الكيك بقى طري وجميل وفي منتهى الجمال أهو.
مع الصوص بتاع التوفي ده، بجد يعني حاجة حلوة جدا. الشكل ده كده، وازود بقى عليها صوص التوفي اللي احنا عاملينه. بص كل مدى كل ما بيبرد تقل، بصوا شوية ازاي اهو بالشكل ده اهو، بصوا القوام بتاعه شوية وتقل ازاي.